تحية طيبة للجميع. يقول المثل العربي إن المصائب لا تأتي فرادى، وقد صدق صاحب الحكمة إذ أن مصائب العبري الصهيوني نتنياهو ها هي تأتيه أفواجاً أفواجاً، تماماً كأفواج ألوياته الهاربة ذعراً من جحيم غزة. فطوفان الأقصى لم يبخل لا عليه ولا على كيانه المتهالك منذ فجر 7 أكتوبر الماضي بعطايا الفشل والهزائم رغم دعايات الانتصار وكذيب القوة. فهل نجحت محكمة العدل الدولية في امتحان اختبار مصداقيتها بإصدار أوامر وإن لم ترقى لأمال الفلسطينيين؟ لكنها خطوة في اتجاه وقف العدوان وإدانة الإجرام الصهيوني. ثم ما السبيل إلى تنفيذ قراراتها الملزمة؟ وبأي آليات في ظل تعنت المعهود للاحتلال الصهيوني أمام القانون الدولي؟ وكيف عملت وتعمل الجزائر على حشد الجهود الأممية وعلى كل الجبهات دعماً للقضية الفلسطينية العادلة؟ لنتساءل في الأخير عن سيناريوهات السلام ومشاريع التسوية التي تحيط بتطور الوضع في فلسطين والشرق الأوسط. الدولة الفلسطينية، الحق العائد من فوهة البندقية، موضوع نقاش هذا العدد من برنامج في قلب الأحداث. لمناقشة هذه المحاور ومحاور أخرى أيضا تتعلق بالملف الثاني الذي سيكون معنا في برنامج في قلب الأحداث والذي يخص الشأن في مالي الشقيق، أسعد بأن يرافقني على الدوام البروفيسور مصطفى صايج أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا بك. طبعا وأكون سعيدا جدا أن أكون في هذه الحصة ومع ضيوفك الكرام. شكرا جزيلا. أيضا يحضر معنا البروفيسور بوحنية قوي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا بك. أهلا وسهلا وشكرا لك على الاستضافة. أهلا بسعادتك. شكرا جزيلا. معنا عبر خدمة سكايب الأستاذ سعيد عريقات الكاتب الصحفي والأستاذ المساعد في الجامعة الأمريكية بواشنطن. دكتور سعيد مساء الخير. مسيك بالنور. إذن قبل أن أستهل معكم ضيوف الأكارم النقاش مباشرة، نتابع هذا تقرير للزميل أحمد خير الدين الذي يضعنا فيما جاء لدى قرار محكمة العدل الدولية اليوم وفيما يتعلق بمستجدات الوضع في فلسطين من المسار أو من الزاوية القضائية. نتابع. محكمة العدل الدولية تزلزل كيان إسرائيل. القرارات التي لم تكن في مخيلة أي أحد أن القانون فوق الجميع ها هي اليوم ترى على أرض الواقع في لاهاي. محكمة العدل الدولية تؤكد أنها لم ولن تقبل طلب الكيان الصهيوني رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا إزاء جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة ضد المدنيين في قطاع غزة. الكيان الصهيوني يسأل أمام العالم ويواجه بالأدلة الدامغة، بل ويطالب بنص القانون وصيغة الأمر باتخاذ جميع الإجراءات فورا لمنع التدمير والإبادة الجماعية في قطاع غزة. هكذا صدر القرار وفي يد الكيان المحتل شهر واحد فقط للرد على ما أصدرته هيئة محكمة العدل الدولية. يجب قراءة حكم المحكمة بعناية، فقد تم توجيه إجراءات وتعليمات مباشرة. نحن راضون عن التدابير الأولية التي طالبنا بها، فقد تم اعتمادها من قبل هيئة المحكمة. كنت أفضل لو استخدمت عبارة وقف إطلاق النار، لكننا راضون عن هذا القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية لإيقاف المجازر المرتكبة في حق المدنيين بقطاع غزة. إنه انتصار حاسم لسيادة القانون الدولي ومنعطف هام في السعي لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، بل هو قرصة أذن للكيان الصهيوني الذي لطالما ظن أنه فوق القانون. إنها بداية نهاية عهد الإفلات من العقاب التي استفاد منها الاحتلال الإسرائيلي
الذي أمعن في ارتكاب أبشع المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة. وأمام كل هذه المستجدات المتسارعة والمتلاحقة، يبقى قرار محكمة العدل الدولية بمثابة صفعة قوية لكيان لا يؤمن بسياسة العقاب ولا يعترف أصلا بحقوق الإنسان. إذن أبدأ معك النقاش دكتور سعيد عرايقات، كيف تبعت وكيف تعلق على ما جاء من أوامر لدى محكمة العدل الدولية اليوم بلاهاي، وكيف تراها في ميزان ما يحدث في فلسطين؟ نعم، تحية لك وللزملاء وللمشاهدين. بكل تأكيد قرار اليوم هو قرار مهم جدا، يضاعف من عزلة إسرائيل في على المسرح الدولي، وفي تقديري أيضا يضاعف من عزلة الولايات المتحدة التي تمكن إسرائيل بارتكاب جرائمها باستمرار. ونحن نتوجه دائما إلى المسؤولين الأمريكيين، وهم كانوا يتحدثون بعنجهية، يعتقدون أن إسرائيل فعلا فوق القانون، وأن الولايات المتحدة فوق القانون، وأن الدعم الذي توفره الولايات المتحدة والسلاح والطائرات التي تستخدمها إسرائيل في ارتكاب جرائمها أيضا فوق القانون ويفلت من الحساب. لكن ما رأينا، نعم، لا يرقى إلى الطالبة بوقف إطلاق نار فوري، لكن التدابير حقيقة إذا ما أمعنا بهذه التدابير سنرى أنه حتى تتمكن دولة الكيان الصهيوني من القيام بما طلبته منها المحكمة، هذه التدابير التي طلبت منها، عليها أن توقف هجمتها الشرسة على الفور، وعلى الولايات المتحدة أن لا تستهتر بهذا القرار، لأنه نحن الآن حقيقة ننظر إلى وضع عالمي مختلف لن يفلت فيه رموز الكيان الذين ارتكبوا هذه الجرائم ويرتكبونها يوميا، سواء قصف المستشفيات، قصف المدارس، قتل العزل، الإعدام الميداني للمدنيين، هذه كلها جرائم وحرب، وفي نهاية المطاف سيتم محاسبة الذين ارتكبوها على. طيب، ولو أن الدكتور سعيد، يعني ولو أنه يبدو سؤالي ربما متقدما نوعا ما فيما يتعلق بهذا النقاش، لكن دعني أسألك بما أنك أشرت إليه، هل يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي من بيدها آليات تنفيذ هذا القرار لدى محكمة العدل الدولية؟ الولايات المتحدة لها الكثير، يعني الولايات المتحدة لا تعترف لا بالمحكمة الدولية ولا في بروتوكول روم، لكن بكل تأكيد الولايات المتحدة هي التي تعطي الغطاء لإسرائيل باستمرار، وتعطيها السلاح وتحميها عالميا ودوليا، وتضمن أن إسرائيل في كل مرة تفلت من العقاب. في تقديري أن ما رأيناه، النقاط التي وزعتها وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، هي حقيقة يعني وكأنها أخذت على حين غرة، علما بأنها لم تأخذ على حين غرة، علما تصرفت كلماتها وتعبيراتها تعبر عن إدارة تنظر بعين الجدية، وقالت وهي تقول نحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد، لكن في نهاية المطاف لا نرى إذا كانت الولايات المتحدة ستستمر في تعنتها، لأنه حتى يوم أمس قيل لنا أن ليس هناك أي دليل على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية، ليس هناك أي دليل على أن إسرائيل قامت بقصف المدنيين عن قصد، نحن نريد من إسرائيل أن تخفف قصفها، فبالتالي هناك تناقض فيما تقوله الولايات المتحدة، وربما ما سيأتي ليلاحقها مستقبلا. نعم، طيب تفضل بالبقاء معنا ربما لبعض الوقت أستاذ سعيد، سأعود إليك بعد قليل. أسأل بروفيسور مصطفى صايش، يعني هذا القرار اليوم الذي وصف بالقرار التاريخي على الأقل من الناحية القانونية، وأيضا وصف بأنه قرار الإجماع لدى قضاة المحكمة، هو أيضا يثبت وجاهة وكذلك المقاربة الجزائرية في هذا الإطار التي كانت سباقة في الدعوة إلى كل الدول الحرة وأحرار العالم من أجل رفع دعاوى ضد هذا الكيان. طبعا كما يقال أدبيا أن مسافة المايل تبدأ بخطوة،
تحدثنا تقريبا لمدة 4 أشهر على أساس أن هناك شهادة وفاة للقانون الدولي، صحيح، على أساس أن هذا الكيان الصهيوني الذي هو في إفلات دائم من الحساب، من المساءلة، من العقاب، وبالتالي كنا على الأقل هل يمكن أن نحرك النظام الدولي القادم انطلاقا من تفعيل آليات القوانين الدولية الموجودة وهي كثيرة. حتى دائما ما أختصر وأقول، أنت لديك ما يقارب 1000 قرار صادر عن الأمم المتحدة وهيئاتها بما فيها حقوق الإنسان حول القضية الفلسطينية، ولا قرار واحد تم تطبيقه. فقط أنت تعرف لماذا؟ لأن في النهاية عندما تذهب إلى مجلس الأمن سوف تجد مقصلة التي تساهم في شهادة وفاة القانون الدولي. هذا من جهة. الآن في هذا الإطار المقاربة القانونية كما أشرت أستاذ بدر الدين، بدأناها في الجزائر بتقدير موقف استراتيجي أنه لا يمكن أن تبني السلم والأمن في الشرق الأوسط، ولا يمكن أن تبني نظام عربي إقليمي ولا عمل عربي مشترك إلا بتحريك القضية الفلسطينية كقضية مركزية. صحيح. وأذكر عندما ترأسنا الجامعة العربية وكان متعمدا من قبل السيد رئيس الجمهورية أن يكون تاريخ الرمزي نوفمبر وليس شهر مارس كما جرت العادة في القمم العربية، برغم من أننا رئاستها تقلص في فترة زمنية، لكن كان هدف أساسي. لا يمكن للعالم العمل العربي المشترك للنظام الأمني الإقليمي العربي أن يتحرك بدون أن تكون القضية الجوهرية وهي القضية الفلسطينية. وأعتقد أن السيد رئيس الجمهورية بديناميكية دبلوماسية فعالة طرق جميع الأبواب، وكنا تقريبا الاستثناء. بحثنا عن المصالحة أولا الفلسطينية الفلسطينية، وكان إعلان الجزائر في هذا البيت وإعادة التذكير بإعلان الدولة الفلسطينية. إذن هذا التقدير الموقف الاستراتيجي بالنسبة إلى الجزائر في بناء السلم والأمن الدوليين وخصوصا في المنطقة العربية. الجانب الثاني إدراك، دعني أقول، فعال جدا. لا يمكن أن أحل الخيار العربي كخيار استراتيجي للسلام بدون أن أفعل المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، وكان هذا نتاج وثيقة جزائرية بتوافق جميع الأطراف. الآن التقديرات فيما بعد، وهنا التقدير الحكيم، اتضح بأن هذا الموقف فيما بعد، ما يجري الآن الحدث المعولم بعد 17 أكتوبر الذي هو 7 أكتوبر طوفان الأقصى، أن الجزائر كانت دائما ما تراهن على الخيار السلمي كخيار استراتيجي لبناء الدولة الفلسطينية. الآن اتضح بأن بعد العدوان كانت الجزائر متسارعة جدا بأخذ المقاربة القانونية، وهنا عندما اجتمع الكثير من الخبراء بما فيهم بعض المنظمات المهتمة بالقانون الدولي، رئيس الجمهورية طالب بأنه لا يجب أن نبقي هذه الدولة الاستثنائية المفلتة من العقاب خارج العقاب، ولدينا الآليات القانونية الجاهزة، لديك المحكمة العدل الدولية. صحيح. لديك المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي في تقديري الموقف الجزائري كان حكيم جدا واستباقي. وهنا سأعود إلى وثيقة مهمة قدمها رئيس الجمهورية في مجلس الأمن ونحن عضو غير دائم، وهذه أقل من شهر. الجزائر في مجلس الأمن عملت بتقريبا مجموعة من الأهداف الاستراتيجية. أولا عندما بإجماع لأول مرة إجماع داخل مجلس الأمن أن يتم الرفض الكامل للتهجير القسري الذي يفرض على الشعب الفلسطيني في غزة وفي خارج غزة، هذا مهم جدا. الورقة الثانية قبل يومين الذي قدمها على لسان وزير الخارجية رئيس الجزائري كان متحدي جدا للمجموعة الدولية، وهو يقول باختصار لدينا المقاربة القانونية القضائية، لكن في النهاية أن مجلس الأمن هو الذي يطلع بتطبيق وتنفيذ والسهر على السلم والأمن الدوليين، وبالتالي أهم شيء كانت اقتراحات عملية جدا، وهو لا يمكن أن نبني السلم الدوليين إلا بمواجهة 3 تحديات أساسية. التحدي الأول كما أشرت في البداية، يجب أن تنفذ مجموع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية. 2، وهو مهم في التحدي لمواجهة التحدي الثاني، وهو أنه لا يمكن أن يبقى الانتقائية في تطبيق القواعد القانون الدولي على هذا الكيان الذي أصبح محميا. ثالثا وهو مهم جدا، وهنا تنفيذا للمقاربة القانونية، يجب أن نضع حدا للإفلات من المحاسبة، من المتابعة، ومن كذلك الإفلات من العقاب، وهذا في تقديري تحسب للجزائر. وهنا المرجعية التاريخية، لا أنسى السيد رئيس الجمهورية لديه رصيد للجزائر
في السبعينيات طردنا نظام التمييز العنصري من الأمم المتحدة، كما دعمنا القضية الفلسطينية داخل الأمم المتحدة، وطردنا أو دمغنا الصهيونية كشكل من أشكال العنصرية. وبالتالي رئيس جمهورية والجزائر هي في استمرارية مع هذا الإرث الحضاري والاستراتيجي لبناء سمو الأمن الدولي لهذا المسار الدبلوماسي الجزائري الحافل تجاه القضايا العادلة. طيب بروفيسور بوحنية، يعني الجزائر من الواضح بأنها منذ البداية كانت تثق في المؤسسات القانونية الدولية، هذا القرار ألا يعيد هاته ربما المصداقية للقانون الدولي ومؤسساته، وأيضا يعيد أيضا ربما نوعا ما هذه الثقة بالنسبة للأطراف التي كانت تثق فيه بين بينها الجزائر؟ شكرا سيد بدر الدين، شكرا صديق مصطفى. حقيقة هو سؤالك يحاول أن يدرس المسألة الأخلاقية للقانون الدولي. فما حدث في قطاع غزة وما تعرض له الفلسطينيون من جرائم مكتملة الأركان، عندما نسمع إلى وزير خارجية الكيان الصهيوني أو نسمع إلى الرئيس نفسه الرئيس الصهيوني يتحدث عن أننا لا نجابه كائنات بشرية وإننا نجابه كائنات حيوانية، وبالتالي هؤلاء ليس لهم الحق لا في الماء ولا في الهواء ولا في الأكل ولا في الكهرباء ولا في أي أنواع من أنواع الحياة، يجعلنا حقيقة أمام تساؤل كبير جدا، أين هو موقع القانون الدولي بعد أكثر من 100 يوم من القصف الممنهج على قطاع لا يتعدى 360 كيلومتر مربع؟ الآن بعض الإحصائيات تشير إلى أن قطاع غزة ما تعرض له يساوي قنبلة نووية في مدينة هيروشيما وناكازاكي، علما أن هذه المدينة مساحتها 900 كيلومتر مربع وقطاع غزة لا يتجاوز 360 كيلومتر مربع. يعني هناك محاولة لتطبيق ما يسمى نظرية الأرض اليباب التي تكون خالية من كل نوع من أنواع الحياة. بالتالي القانون الدولي أعتقد أنه أصبح لا أقول في خبر كان، ولكن يجب مراجعته مراجعة راديكالية جذرية، كما هو الحال بالنسبة لمراجعة المؤسسات التي أثبتت إخفاقها، يعني سواء مجلس الأمن أو سواء هيئة الأمم المتحدة، والتي طلبت الجزائر عدة مرار بإعادة ضبط هياكلها العملياتية. ناهيك عن القانون الدولي في حد ذاته والتي يفترض فيه، ودائما ندرس طلبة في القانون بأن القاعدة عامة ومجردة، أثبتت الوقائع عنه القاعدة ليست عامة ولا مجردة في حالة الكيان الصهيوني إذ لم تطبق أي قرار من القرارات التي تم التنصيص عليها سابقا. لكن يمكن القول بأنه الذي حدث هو كما يشير إليه كثير من المحللين هي عبارة عن قرصة أذن كما أسميتموها في تقريركم المتميز، ولكن أيضا يمكن تسميتها بمثابة البطاقة الصفراء التي في حالة ما وجود بطاقة صفراء مثلها سيطرد هذا اللاعب، تطرد هذا الكيان الهجين في هذا المنتظم الدولي حقيقة، على الأقل من الناحية الأخلاقية، على الأقل من الناحية الأخلاقية. ونحن عطفا على كلامك، الجزائر استغلت إيجابيا كل المنتظمات الدولية ليس آخرها حركة عدم الانحياز، في كونها لا تمثل فقط جسما إقليميا وبيروقراطيا، وإنما تمثل أيضا تجمعا بشريا روحيا يمتلك أخلاقية عالية، تحدثت عن القضية الفلسطينية. بالتالي نعتقد أنه ما قامت به الجزائر خلال هذه الفترة ومتابعتها للقضية الفلسطينية وضبطها لكل مواعيدنا الإعلامية والتلفزيونية والمواقع على إيقاع ما يحدث في غزة هو وفاء لمسار سياسي وللدبلوماسية الجزائرية التي عرفت بوصلة واحدة وهي بوصلة القضية الفلسطينية في سياستها الخارجية، هذا أولا. ثانيا، حقيقة مراجعة القانون الدولي أصبح بحاجة ماسة وملحة، سواء من حيث عمل مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو الهيئة المتحدة ككل، وهناك مراجعات بهذا الصدد. لكن النصر الكبير ونحن نستمع إلى القرار النهائي لمحكمة العدل الدولية هو للأسف الشديد كان الكيان الصهيوني يتوقع أن هذه المحكمة ستكون بمثابة الذراع القانوني لحمايته، لأنه صادق عليها عام 1948 بدعوى أنه يواجه خطرا نازيا بين قوسين الهولوكوست، وإذ به يقع فريسة لها، فريسة بالمنظور الإيجابي، ولم يستطع أن يتملص من الحضور، وجد نفسه أمام محاكمة أخلاقية أكثر من
600 محامي، أكثر من 84 صفحة موثقة بأدلة دامغة، فيها مزج كبير بين الحرب التوراتية والحرب الدينية والحرب العسكرية والحرب الأخلاقية. نجد أنفسنا أمام سيناريوهات يضعها الكيان الصهيوني، سيناريوهات مخيفة، إما أن تطرد هؤلاء الفلسطينيين إلى صحراء النقب، أو يتم طردهم إلى ما يسمى رفح المصرية، وهذا خطر كبير جدا على المنظومة ومنظومة الأمن المصري. أو الخيار الثالث، وهو التي يتبناها كثير من المنظرين الصهاينة، وهي نظرية كما قلنا الأرض اليابابة، اللي هي نومان لاند، بمعنى لن يكون هناك فرد صالح لأن يبقى على هذه الأرض، وبالتالي تحويل قطاع غزة إلى مخيم كبير، وبالتالي كل ما له علاقة من حاضنة شعبية يمكن أن تقف إلى المقاومة الفلسطينية يجب محوها. فبدل من أن تستهدف قادة هؤلاء هذه المقاومة، استهدف الحاضنة الشعبية، والذي عملت عليه إسرائيل ككيان صهيوني خلال هذه المرحلة. وبالتالي ما حدث الآن، تلك الفرحة التي لاحظناها لدى الشعوب الحرة، ولاحظناها لدى الرئيس الجنوب إفريقي ووزير خارجيته وفريق المحامين، وكيف تم احتضانهم في جنوب إفريقيا، يتضح حقيقة أننا أمام أحفاد مانديلا الذين تزاوجوا حقيقة رؤيا وفكريا وروحيا مع الجزائريين. والجزائر نعلم جميعا، ربما حتى أن يقوم سيد رئيس الجمهورية في لقاء مع الحكومة والولاة وينادي ويقول بالحرف الواحد بأن الفلسطينيون هم مقاومون ومجاهدون وليسوا إرهابيين. أولا، اثنين، هناك باب واحد لهذه الحرية وهو باب مدرج بالدماء، وأن القضية الفلسطينية بابها القضية الجزائرية والعكس بالعكس. والنقطة الثالثة، أن هذا الكيان هو كيان لا يجب أن يكون مفلتا من العقاب، ويجب أن يتم ملاحقته. ولذلك تجند كثير من القانونيين وحركات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في الجزائر لمحاكمة هذا الكيان في محكمة الجنايات الدولية التي لم توقع إسرائيل على ميثاقها. ولكن أعتقد إحراج هذا الكيان هو يقظة للشعوب الحرة، للضمير العالمي الحر، وأيضا أنا دائما أسميه هو حرق لمسار سياسي لكثير من السياسيين الأوروبيين والغربيين الذين غالطوا الرأي العام العالمي. صح. وربما أستاذ بدر الدين، وأختم به، لو تابعت كيف نقلت وسائل الإعلام الغربية محاكمة الكيان الصهيوني في محكمة العدل الدولية، لن تجدها بنفس الآلية وبنفس الصيغة وهي تتابع القرار هذا اليوم. اليوم كانت كل الشعوب الغربية وكل القنوات التلفزيون الغربية تشرئب لكي تقرأ ما ستتلوه القاضية في قرارها، لكونها توقعت أنها ربما لن تكون هناك لا بطاقة صفراء ولا حمراء ولا حتى بيضاء، وهذا الذي عكس جميع رؤيتهم ومقاربتهم. نحن نتحدث الآن أمام مرحلة فارقة حقيقة لوعي أخلاقي جديد، ولربما لإعادة جرعة حقيقية ومتنفس القانون الدولي الإنساني. صحيح، وهذا الذي سنأتي أيضا للحديث عنه، انعكاسات هذا القرار على المجتمعات الأوروبية الغربية التي كانت داعمة لهذا الكيان. معنا الآن، قبل أن نذهب إلى الدكتور سعيد عريقات، معنا الآن الدكتور يوسف حمدان، ممثل حركة حماس بالجزائر. أسألك مباشرة عن موقف الحركة من الأوامر أو القرارات التي قضت بها محكمة العدل الدولية اليوم. إليك دكتور يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك ولضيوفك الكرام. نعم، لا شك أن الحركة تنظر باهتمام وترقب إلى هذا القرار، وبالتالي الحركة تعتقد أن هذا القرار هو خطوة في الاتجاه الصحيح. خطوة في الاتجاه الصحيح بالمعنى أن اليوم الاحتلال الصهيوني يمثل أمام هذه المحكمة، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح ليس فقط للإدانة القانونية ولكن أيضا للإدانة الأخلاقية، لأن الاحتلال يستخف بهذا المنتظم الدولي وتصرف كدولة فوق القانون بمنطوق السيد وزير الخارجية الجزائري. وبالتالي هذا يؤكد أننا اليوم في معركة مفتوحة مع العدو الصهيوني، يخوض الشعب الفلسطيني اليوم وجه من أوجهها في المواجهة الميدانية بممارسة حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه باعتباره شعبا واقعا تحت الاحتلال. نعم. وأيضا بصمود هذا الشعب الفلسطيني الصامد الملتف خلف وحول خيار المقاومة، باعتبار أن إرادة الاحتلال الصهيوني هي الضغط على الحاضنة الشعبية من خلال فرض مشروع التهجير أو الانفضاض على مشروع المقاومة. وهذا المسار القانوني أو السياسي أو الدبلوماسي هو مسار مهم، ونعتقد أنه استغرق 3 شهور لنصل إلى هذه النقطة، ولكن أعتقد أن المعركة القانونية اليوم بدأت من خلال هذا القرار، وستأخذ أيضا منحنيات أكبر في الخطوة التي أعلنت عنها الجزائر، أنها ستتوجه بطلب إلى مجلس الأمن بعقد جلسة من أجل تنزيل
هذا القرار بقوة قانونية أو بقوة لتنزيله على الأرض. وبالتالي نحن نعتقد أننا في هذه المعركة المفتوحة مع العدو الصهيوني ومع حلفاء وشركاء العدو الصهيوني، أتحدث بشكل واضح ومركز عن الولايات المتحدة الأمريكية التي هي أيضا مدانة في هذا القرار، لأن هي استبقت هذا القرار بتزويد هذا الاحتلال الغاصب بدفعة جديدة من الأسلحة التي يقتل بها شعبنا الفلسطيني. وبالتالي نحن في حركة حماس ننظر إلى هذا القرار بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح، ونتطلع إلى مزيد من الدور الجزائري في مجلس الأمن باعتبارها تمثل المجموعة العربية، ونعتقد أن الجزائر أمينة على الحق الفلسطيني ولديها رؤية استشرافية في مسألة معالجة مثل هذه القضايا في المنتظم الدولي، ونعتقد أنها قادرة على قيادة المجموعة العربية ونيابتها أيضا في مجلس الأمن من أجل إيقاف العدوان على شعبنا الفلسطيني. هذا القرار مهم، ولكن دون أن ينفذ على الأرض سيبقى حبرا على ورق، وسيبقي سؤال الحقيقة في وجه هذا المنتظم الدولي وهذه المحكمة قائما أمام هذه المؤسسات الدولية، قائما أمام سلوك الاحتلال الذي يحاول أن يتهرب من هذه القرارات ويتهرب من مسؤوليته في ارتكاب هذه الجرائم التي ترتكب على مرأة. دكتور يوسف، دعني أسألك سؤالا ربما ثانيا وأخيرا يتعلق بتنفيذ هذه الأوامر أو القرارات التي جاءت عن محكمة العدل الدولية. بعض الأوامر جاءت تخص الحركة أو المقاومة الفلسطينية بكل فصائلها فيما يتعلق بوقف العمليات العسكرية. كيف تنظرون لتنفيذ هذا القرار في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وحتى تصريحات أيضا قادته يبدو أنهم لا يريدون تنفيذ هذا القرار على الأقل على المستوى أو على مستوى التصريح السياسي؟ نحن في حركة حماس قلنا قبل أن يصدر القرار أننا مستعدون للالتزام بأي قرار يوقف العدوان على شعبنا الفلسطيني ما التزم الاحتلال الصهيوني به. بالوجه القانوني نحن نعرف أننا لسنا معنيين بهذا القرار، بمعنى هذه المحكمة أصلا هي موجهة أو تشمل الدول وليس الحركات أو الفصائل أو المجموعات، وبالتالي القرار لا يسري علينا. ومع ذلك من أجل الإمعان في وضع الحقيقة بين يدي هذا المنتظم الدولي، سبقنا القرار باستعداد الحركة لوقف المواجهة على الأرض إذا ما أوقف الاحتلال الصهيوني العدوان على شعبنا الفلسطيني. لكن واضح أن سلوك العدو الصهيوني قبل هذه المحكمة وأثناء هذه المحكمة وبعد صدور هذا القرار هو الاستخفاف بهذا المنتظم الدولي والاستخفاف بهذه القرارات الدولية والتصرف كدولة فوق القانون ومواصلة الجرائم. نحن نتحدث الآن في هذه الساعة والاحتلال الصهيوني يرتكب جرائم على الأرض ويرتكب جرائم في جنوب لبنان ويواصل هذه الاعتداءات، وبالتالي يبدو أن نية الاحتلال هي عدم الانصياع لا لهذا القرار وما تضمنه من قرارات ولا إلى أيضا ما سينتج عن هذا القرار من، لكن هذا لا يعني أن نستسلم لهذا العدو الصهيوني. ونحن طالما بقي هذا العدو يعتدي على شعبنا وعلى مقدساتنا وعلى أسرانا، إذن أنا أتحدث عن السياق الذي أوصلنا إلى هذه النقطة، نحن سنبقى ندافع عن شعبنا. القضية الفلسطينية كان يراد لها أن تدخل في طي النسيان وأن تدخل في غياهب الجب وتصبح نسيا منسية. اليوم الحركة أعادت القضية مرة أخرى على الطاولة ووضعت الجميع أمام مسؤولياته تجاه هذه المعركة، وبالتالي الاحتلال الصهيوني إذا ما اختار المواصلة في الاعتداء على شعبنا الفلسطيني فنحن لن نترك سلاحنا ولن نترك هذا العدو يستفرد بشعبنا، وسنواصل الدفاع عن أرضنا عن مقدساتنا عن شعبنا. شكرا جزيلا دكتور يوسف حمدان ممثل حركة حماس بالجزائر على تقديم هذه الشروحات وكذلك كشف موقفكم تجاه القرارات التي صدرت عن محكمة العدل الدولية. مباشرة إلى دكتور سعيد عريقات، ربما أعود إليك في محطة أخيرة. الآن آليات التنفيذ هي ربما الهاجس الأكبر عفوا فيما يتعلق بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، ومن الواضح أن قادة هذا الاحتلال لا يريدون الاعتراف لا بالقرارات، ويبدو أنهم أيضا يرفضون تنفيذها على الأرض. ما هي الآليات المتاحة بالنسبة لمجلس الأمن أو الدول الضاغطة من أجل تنفيذ القرار على الأقل من الجانب الإنساني؟ نعم، سؤال مهم جدا جدا، لأنه نعم المحكمة حكمت والمحكمة قالت هناك جرائم إبادة محتملة وعلى إسرائيل أن تقدم كذا وكذا خلال شهر، لكن الآلية يجب أن تنفذ من قبل مجلس الأمن الأممي، هذا هو القانون. فإذا كانت هذه المنظومة الأممية الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحديد
تريد أن تحتفظ بما لديها من وزن وثقل في العالم، وأن يكون لها ربما قول أخلاقي، عليها أن تخلق الآلية للتنفيذ. هناك آليات متعددة، يعني على سبيل المثال يحضر هؤلاء إلى الأمم المتحدة ويسافرون عبر العالم ويسافرون إلى دول هي دول أعضاء في الأمم المتحدة ودول أعضاء في مجلس الأمن. بإمكان المجلس أن يصدر مجموعة من الآليات التي تفرض القبض عليهم، خاصة هؤلاء الذين يسمون أو يسمون كمجرمي حرب، أو هناك أدلة بما قاموا به من هذه الجرائم. كما ذكر الزميل عندك في الاستوديو، المذكرة التي قدمت هي من 84 صفحة، منها 59 صفحة من الأدلة، أدلة عن هؤلاء الذين يقرون ويعترفون بجرائمهم. أيضا هناك الكثير من الأدلة، المجلس الأمني يجب أن يكون مطالبا، وإلا في تقديري سيفقد العالم يعني آخر معقل له كي يكون متربعا على موقع يؤهله أن يكون يجمع العالم، يناقش العالم، هو يعتبر نفسه المنظمة الأمنية والسلمية للعالم أجمع، وبالتالي عليه ينفذ. دكتور سعيد، يعني بحكم ربما عملك ومهنتك كصحفي لدى الدوائر الرسمية الأمريكية، كيف ترى تجاوب الإدارة الأمريكية مع قرار محكمة العدل الدولية، خاصة وأن نواب الكونغرس من الديمقراطيين تحركوا في الأيام الأخيرة من أجل أن يصادقوا على مشروع لحل الدولتين؟ كيف ترى ربما موقف نواب الكونغرس، وهل سيضغطون باتجاه على الأقل وضع حد لهذا العدوان الصهيوني في غزة؟ نعم، كما ذكرت هناك مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ تقدموا بورقة مهمة جدا، وبأغلبية صوتوا، والديمقراطيين بأغلبية صوتوا من أجل أن يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة. لكن ما أثرته بالنسبة للموقف الأمريكي أعتقد أنه مهم جدا، لأن وزارة الخارجية اليوم أصدرت بيان من 5 نقاط تقول فيها عكس ما قالته يوم أمس. يوم أمس كانت تعتقد أن المحكمة لن تخرج بقرار من هذا النوع، وبالتالي قالت نحن لم نرى أي أدلة على أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب. اليوم تقول أن الولايات المتحدة تعترف بوضع المحكمة الدولية العالمية، وأنها تشكل جزء حيوي من النظام العالمي لحل الاختلافات. بعدين تقول أن نحن باستمرار أيدنا أي خطوات من أجل تخفيف معاناة المدنيين. تقول أن المحكمة طبعا هي أيضا تنسجم مع الموقف أن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن حالها من الكلام حسون. لكن النقاط في تقديري هي أن الولايات المتحدة يقر بجدية القرار، وفي تقديري هي الآن ربما لديها، أنا متأكد ونحن نتحدث الآن، أن هناك مجموعة من القانونيين يبحثون انعكاسات قرار المحكمة الدولية على الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة إذا كانت ستغطي هذه الجرائم فسينالها أيضا من هذا الإثم. شكرا جزيلا إذن الأستاذ سعيد عريقات، الكاتب الصحفي وأستاذ المساعد في الجامعة الأمريكية بواشنطن، كنت معنا عبر خدمة سكايب، شكرا على مداخلتك معنا. طيب أعود إليك بروفيسور مصطفى صايج، يعني من الواضح من خلال مداخلة الأستاذ سعيد عريقات بأن حتى الإدارة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية، دعني أقول بين قوسين، كانت متفاجئة من قرار محكمة العدل الدولية، أو ربما كانت تخطط بأن يكون القرار بشكل آخر، كذلك الأمر بالنسبة لهذا الكيان. هل هذا يعني بأن محكمة العدل الدولية نجحت في اختبار امتحان مصداقيتها، وأن القرار في الأخير خرج من عباءة السياسة والتسييس؟ طبعا سؤال مهم جدا، وهو على الأقل أن تعطي قراءة عامة، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت مدركة بأن المجتمع الدولي في أغلبيته هو ضد موقفها الداعم
اللامحدود تجاه الكيان الصهيوني. لاحظنا عندما فعل الأمين العام للأمم المتحدة غوتاريش المادة 99 لتفعيل مجلس الأمن على أساس أن هناك تهديد للسلم الأمن الدوليين عن طريق العدوان للكيان الصهيوني على قطاع غزة، عندما ذهب الجمعية العامة للأمم المتحدة وأصدرت قراراتها على أساس أنه يجب أن نفعل مسألة السلام وهو مبدأ أساسي فيما يتعلق بحق الجمعية العامة في تفعيل عندما يكون الشلل داخل مجلس الأمن. وبالتالي هنا ذهبنا إلى آلية أخرى بعد أمين العام للأمم المتحدة، الجمعية العامة للأمم المتحدة الآن تتحدث الآن على السلطة القضائية التابعة للأمم المتحدة، وهي الآلية الثالثة التي هي في الحقيقة أكثر استقلالية، وخصوصا وكان كل ربما الشكوك تدور حول أن رئيسة هذه السلطة القضائية هي من جنسية أمريكية، وخصوصا أن بعض الأطراف حاولت أن تساهم في على الأقل أن تؤثر. إلى غاية الصباح قبل صدور القرار كان وزير الخارجية الأمريكية يهاتف وزيرة الخارجية لجنوب إفريقيا، وسبقها توافق أمريكي مع الكيان الصهيوني أن يوقف الدعم المالي للأونروا بحجة ماذا؟ أن هناك موظفين للأونروا كانوا منخرطين في عملية 7 أكتوبر للطوفان الأقصى، بمعنى أنهم كانت تقدم كل أدلة على أن هذا الكيان الصهيوني لا يخضع للاتفاقية الجماعية الإبادة الجماعية، وبالتالي هنا كما تسمى بنفس المنطق للأسف وهو حق الكيان الصهيوني للدفاع عن النفس. وبالتالي هنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية أتحدث عن نخبة التي هي مقيدة بسلاسل اللوبي الصهيوني بشقيه اليهودي والمسيحي، وأدرك ما أقول عندما أقول مقيد بالسلاسل لأن أقليتهم موجودين في الكونغرس، وخصوصا للأسف لاحظنا أن في بداية الأزمة كيف أن رأس القرار السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة الأمريكية كانت بعلانية نحن صهاينة مع يهود، رئيس أمريكي يقول أنا صهيوني، وزير خارجيته في الساعات الأولى يقول أنا أتيت إلى الكيان الصهيوني كيهودي. وبالتالي هنا أعتقد أن المجتمع الدولي عن طريق المحكمة العدل الدولية أثبتت مرة أخرى كما قلت في البداية أن مسافة 1000 ميل يمكن أن تكون خطوة، لأن في النهاية سؤالك مهم ولا يزال يحتاج إلى إجابة، هل يمكن أن للكيان الصهيوني أن يفلت من العقاب؟ أقول نعم للأسف، لأنه في حالة ما إذا ذهبنا إلى مجلس الأمن، وهنا يجب أن نشيد برسالة وزارة الخارجية، أول التعليمات التي قدمها رئيس الجمهورية وأسدى تعليمات للمبعوثين الدائمين لدى الأمم المتحدة أن نحرك جلسة عامة طارئة لكي نفرض أو نلزم هذا الكيان أن يطبق مجموعة الإجراءات التي تم التنصيص عليها في محكمة العدل الدولية، لأن في النهاية عندما تقرأ النظام الداخلي أو القانون المحكمة العدل الدولية في صلاحياتها أنها عندما يفرض أو يرفض أي طرف تطبيق التزاماتها فإن جنوب إفريقيا ممكن أن تذهب إلى مجلس الأمن لكي تخطره، وهنا للأسف سنكون وأكرر الجماعة المقيدة بالسلاسل اللوبي الصهيوني سوف تستخدم الفيتو مرة أخرى. بالحديث عن الفيتو بروفيسور بوحنية، هل يمكن لأي دولة، وتحدث هنا عن الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال، أن تستخدم الفيتو وتحرج نفسها أمام ربما أخلاقيات القانون الدولي بعد هذا القرار الواضح والصادر عن محكمة العدل؟ للأسف يمكن أن تستعمل حق الفيتو لكونها لحد الآن لو تتبعت، لو عملنا دراسة تحليل مضمون لتصريحات صانع القرار الأمريكي لن تجد أي إدانة لأي فعل مهما كان أو حتى مجرد تصريح يتجاوز مفهوم الدفاع. نعلم جميعا أنه داخل الكيان الصهيوني لا يسميه الجيش جيش الوطني الإسرائيلي وإنما يسمى جيش الدفاع على اعتبار أنه محل خطر، هي دولة تعيش في بحر من الدكتاتوريات في منطقة الشرق الأوسط وبالتالي لها الحق في الدفاع عن نفسها. لذلك حتى محكمة العدل الدولية تحدثت عن ما يسمى التدابير مؤقتة، يعني لم تكن بذلك الطموح الأخلاقي الكبير والكبير جدا، وإنما تتحدث عن تدابير مؤقتة حتى يستطيع هذا الشعب أن يستمر في العيش. أولى هذه التدابير هو أن تصل قوافل الإغاثة الإنسانية، وهذا الكيان الصهيوني يبدو أنه سيستجيب له نسبيا
تحت شروط قاسية وصارمة لا تخدم الفلسطينيين. لكن ما يتعلق بوقف إطلاق النار فيبدو أن الكلمة في الأخير للمقاومة وليست لا لمحكمة العدل الدولية ولا للأمم المتحدة. حقيقة إعادة النظر في عمل مجلس الأمن وفي عمل حتى محكمة العدل الدولية في حد ذاته ضرورة ملحة، لكن كخلاصة يمكن القول بأن القرار في حد ذاته خرج من عباءة التسييس، لأنه كثير من المتابعين لآلية صناعة القرار داخل محكمة العدل الدولية رغم صدقيتها بين قوسين إلى حد كبير كانوا يشكون أنه ستمر بمرحلة تسييس لهذا القرار وربما ستكون هناك شبه إدانة أو رفض الدعوة على الأقل أو رفض الدعوة في أسوأ الحالات، ولكن أن يكون القرار شبه إدانة فهذا الذي كان متوقعا الذي وقع حقيقة، وأنه بأغلبية القضاة كانت هناك موافقة على مجموعة تدابير مؤقتة وتحفظ البعض القليل على بعض التدابير، لكن يبدو لي أن المرحلة الآن مهمة جدا، ويبدو أن الكيان الصهيوني في حالة إحراج كبير لحلفائها. ولاحظنا كيف تحول النقاش داخل المنتظم الدولي وداخل حتى البرلمانات الأوروبية أخذ بعدا إحراجيا لا يمكن تصوره، لأنه في الأخير هذه دول تدعي الديمقراطية وأن هؤلاء البرلمانيين هم من أصوات نقطة مهمة الشعب. نقطة الإحراج يعني عفوا، لكن هل تعتقد بأن حتى الدعم العسكري للولايات المتحدة الأمريكية أو للدول الغربية لهذا الكيان سيكون محرج أمام هذا القرار، لأنه في الأخير هو دعم لعمليات الإبادة، وإذا كانوا يفعلون ذلك فهم ربما ينتهكون هذا القرار؟ طبعا هو انتهاك صارخ لكل الأعراف الدولية وانتهاك صارخ، وكما نقول بلغة القانون هي جريمة مكتملة الأركان في الركن المادي والمعنوي والشرعي، جريمة التهجير القصري الذي يعني تحدثت عنه الجزائر ورمت بثقلها بهذا الصدد في مجلس الأمن، هي جريمة مكتملة الأركان عن ما يسمى specific targets، بمعنى أن هناك أهداف مؤقتة لغرض الإبادة الجمعية، هناك تتبع لكل النساء حتى الحاملات لغرض القتل والتصفية العرقية، بين قوسين يذكرنا بمأساة الهوتو والتوتسي، بمعنى أن هناك اليوم كنت أقرأ هذا الصباح لم أكن أتوقع أحد الخبراء يقول بالحرف الواحد أن الصهاينة الجنود العسكريون الإسرائيليون كيف يتفننون بأن يقومون بمداعبة الطفل واستدراجه لكي يتم اصطياده كفأر، يعني تحول الفلسطينيون إلى فئران بشرية بين قوسين للأسف الشديد. بالتالي يبدو أن المعركة في الأخير نجح فيها الفلسطينيون، وهذا هو المكسب في حد ذاته، نجحوا فيها إعلاميا ونجحوا فيها أخلاقيا. وربما أعطيك فقط قوس النقاش الذي تم بين دولة ناميبيا وألمانيا في حد ذاته، وعندما اتهمت ناميبيا ألمانيا بإبادة للناميبيين في حد ذاته، أعاد الناس قراءة التاريخ من جديد، التاريخ الألماني، هذه الدولة التي عاشت للسنوات وهي تلعق جراحها بين قوسين ومظلوميتها في كونها ساهمت بمحارق نازية ضد اليهود في حد ذاته، أعاد النظر، أنت من جهة كنت تتحدثين في كونك مظلومة ويجب أن يتم تعويض اليهود مقابل هذه المحارق، الآن أنت في حد ذاتها قمت بنفس الإجرام تجاه الناميبيين. بالتالي المعركة فتحت جراحا تاريخية وفتحت جراحا قانونية، ويبدو لي أنه أهم شيء نحن نعيشه أنه ذلك الضمير الأخلاقي الحي العالمي الذي لم يكن أحد يتصوره. في السابق كان مجرد الحديث في وسائل الإعلام الأوروبية عن تصفية الفلسطينيين أو ملاحقتهم كان يعتبر معاديا للسامية، وهذا يتطلب ملاحقة هؤلاء الإعلاميين وهؤلاء السياسيين وربما حتى طردهم، ولاحظ ذلك في كثير من القنوات الإعلامية المحترمة. لكن بالمقابل وبالمجمل حقيقة هناك حراك دولي أخلاقي كبير وكبير جدا، لاحظنا في بلجيكا، في هولندا، في لوكسمبورغ، في فرنسا، في بريطانيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا هو المكسب، لأنه في الأخير كما في لغة المالية العامة نقول أموال الدولة من جيوب رعاياها، ولكن بلغة السياسة نقول أن أساس هؤلاء مقاعدهم ومناصبهم هي من أصواتها على هذا الرأي العالمي وهؤلاء الناخبين. وربما هناك حتى الآن مناداءات لإعادة النظر في المنتظم وطريقة صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، على اعتبار أن الرئيس الأمريكي يمتلك صلاحية مطلقة في كثير من القضايا، وهذا في حد ذاته مكمن الإحراج المستقبلي، لأنه في الأخير هذه المعركة ربما نجح الإسرائيليون الصهاينة في عملية القتل ولكنهم لم ينجحوا في معركة القتال، وفرق كبير بين القتل والقتال، هذه مسألة أخلاقية بالأساس وجها لوجه فيس تو فيس، أما مسألة القتل فهي جريمة إبادة حقيقية مكتملة الأركان. دائما في سياق الحديث عن الإحراج وعن ربما هذا الضغط المتزايد على الكيان الصهيوني، بروفيسور صايج، هل تعتقد بأن
الشارع الأوروبي خصوصا وحتى الشارع في دول الطوق والاحتجاجات والمظاهرات والموقف غير الرسمي صح التعبير تجاه القضية الفلسطينية هو الذي جعل هذا الضغط الإيجابي من أجل استصدار قرار بين قوسين على الأقل عادل بالنسبة للقضية في تطوراتها الحالية، ومن الممكن أن يستصدر قرارات أخرى سواء في محكمة الجنايات الدولية أو حتى في مجلس الأمن مستقبلا. طبعا من المفيد جدا أن نعيد التذكير عندما تقرأ رئيسة القضاة في محكمة العدل الدولية قبل أن تصدر قراراتها حول الإجراءات التسعة التي طلبت بها جنوب إفريقيا أن تذكر بالمأساة الإنسانية، وعندما تذكر بالمأساة الإنسانية أنها تستند إلى تقارير نزيهة جدا منظمة الصحة العالمية أو الأونروا، وبالتالي هذا الشعار الكبير أصبحت غزة منطقة غير قابلة للحياة، كما سبق الأستاذ قوي وهو بالمصطلح المنطقة غير تقريبا سوف تفرغ من السكان، وهذا ما يجعل تقريبا تطهير العرقي والقصري بالنسبة للمنطقة. الجانب الآخر، أنت لديك بطبيعة الحال لأول مرة في المجتمع الدولي دائما ما نراهن إلى جانب قواعد القانون الدولي ومحكمة العدل الدولية وغيرها، نتحدث عن دور الرأي العام العالمي. دور الرأي العام العالمي أولا لاحظت في الساعات الأولى كيف أن تقريبا من أوروبا إلى من فرنسا باريس إلى بروكسل إلى واشنطن كانت كل عواصم تحاول أن تقيد أو تقوض كل حركية احتجاجية للأحرار لكي تساند حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، لكن استطاعت هذه الحركية للرأي العام الدولي أن تضغط على صانع القرار ذاته، وهذا الضغط في حد ذاته في الساعات الأخيرة إذا لاحظت قبل يومين وبالأمس فقط عندما يذهب الرئيس الأمريكي في حملة انتخابية يخرج في داخل القاعات الأمريكيين ويصيح أنت يدك ملطخة بدماء الفلسطينيين وأنت تمول هذا الكيان بدافع الضرائب الأمريكي. هذا شعار جيد جدا، بمعنى الآن أصبحت أدوات التواصل الاجتماعي وهو دور ثالث إضافة إلى محاكم العدل الدولية أو دور الهيئات القانونية دور الرأي العام الدولي. الآن لديك أدوات تواصل اجتماعي، لم نعد أمام الأدوات التقليدية، لم نعد أمام حرب الخارج بيكون السيانان التي تعطيك الخبر. الآن أصبح الأدوات التواصل الاجتماعي تيك توك وغيرها يمكن أن تلاحظ وتتابع، وبالتالي هنا أهم تغيير هو فئة الشباب، وفئة الشباب داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي أصبحت أكثر تأثيرا على صانع القرار، ويضاف إليها طبعا ما يجري في أوروبا. العالم العربي في تقديري الصيحة الأولى هي صيحة القوى المجتمعية التي هي موجودة في اليمن، موجودة في العراق، موجودة في سوريا، موجودة كذلك في حركات اجتماعية تطالب برفض التطبيع من المغرب إلى الأردن إلى مصر إلى غيرها، وبالتالي السلام الإبراهيمي أصبح أحد الأساطير التي لا يمكن أن تبني بها مستقبل القضية الفلسطينية، وهذا مهم جدا في النقاط ما أسميه في المكاسب الاستراتيجية لطوفان الأقصى بالنسبة إلى القضية الفلسطينية. في ربما في ثلاث دقائق حتى نختم المحور الأول، طبيعة الحال اطلعتم على وثيقة للمقاومة الفلسطينية في الأيام الثلاث الماضية، وسميت هذه الوثيقة بهذه رؤيتنا لماذا طوفان الأقصى. في رأيك ألا تعتقد حينما ربما تطلع على هذه الوثيقة بأننا أمام بيان لحركة أو لحركة تحررية وضحت أسباب انطلاقها وكذلك الأهداف التي تريد الوصول إليها؟ أنا دائما في هذا الموضوع وعندما نتحدث عن معاناة الأشقاء الفلسطينيين نقول الفلسطينيون للأسف الشديد رضوا بالهم والهم لم يرضى بهم، بمعنى أنه تنازلوا عن أشياء كثيرة مقابل أن تستمر الحياة وأن يبحثوا وفق أطر قانونية محددة عن نمط معين من الدولة، لكن الذي وقع أن هذا الكيان الصهيوني نكس على عقبيه واشتغل على ما يسمى التناقضات ما بين الأشقاء الفلسطينيين وحول الضفة الغربية إلى سجن كبير لم يفرق بين المناطق الألف والباء والجيم، وحرم الفلسطينيون من كل أنواع ممارسة حياتهم ونقص عليهم. نحن نتواصل بشكل يومي مع أشقائنا في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وخاصة في الضفة الغربية، الآن حتى أشقائنا في الضفة الغربية عندما يتحدثون وينشرون بعض التعاطف مع الفلسطينيين يكون محل استهداف، بمعنى أنه حتى الذي يسكن في رام الله حتى الذي يسكن في جنين في نابلس هو محل متابعة. يبدو لي هذه الوثيقة هي وثيقة انطلاق ووعي وإدراك للتاريخ وإدراك للواقع،
ويبدو أنه استحداث وإعادة نشر مقولات كنا في السابق نتحدث عنها في كون معركة الفلسطينيون مع الصهاينة هي معركة وجود وليست معركة حدود، الآن تعاد إنتاجها بشكل ممنهج ولسبب بسيط، أن حتى السرديات الصهيونية في الآونة الأخيرة تتحدث عن أن هؤلاء الفلسطينيون لا حق لهم في الوجود، وأن هؤلاء كائنات عربية يمكن أن تحتويهم أي دولة عربية، بينما هذه الأرض هي لليهود وحدهم دون سواهم. ولاحظنا كيف ذلك التعنت المبالغ فيه داخل قطاع غزة ومناطق غزة، وإحادة رفع العلم الإسرائيلي على المدارس، والقول بكون هذه المدارس هي يجب أن تكون محل استهداف لكونها لا تنتج أطفالا عاديين وإنما تنتج إرهابيين وتنتج مجاهدين وتنتج مقاومين. بالتالي نعتقد أن هذه الوثيقة مهمة، ونعتقد أن البيت الفلسطيني يجب أن يلتفت على خارطة الطريق عابرة للأحزاب عابرة للتيارات السياسية ممتاز. وكما يقال البيت المنقسم على نفسه لا يمكن أن يقارع ويجابه الآخر. بروفيسور صايج، يعني ألا تعتقد بأن المقاومة فهمت بأن المعركة معركة إعلامية بالأساس، وبالتالي بعد أكثر من 100 يوم من عملية طوفان الأقصى ها هي تصدر هذا البيان صح التعبير؟ دعني أقول هي وثيقة تاريخية وسياسية في حد الوقت 18 صفحة، لكن صحيح. تعبر كوثيقة لحركة تحررية تريد أن تفهم الآخر ما هي جذور الصراع، ما هي طبيعته، وما هي أهدافه ما بعد طوفان الأقصى. وهنا حتى للذي لم يفهم القضية أن دور الصراع يمتد إلى قرن من الزمن مع الاستعمار الاستيطاني البريطاني، ثم مع هذا الاستعمار للكيان الصهيوني. وهنا ملفت الانتباه حتى الذي لا يفهم، قبل وجود الكيان الصهيوني وإعلان ميلاد دولته كان 78% من الأراضي كلها الفلسطينيين، 97% كلهم سكان من أصل فلسطينيين. كيف تغيرت الديموغرافيا والجغرافيا لكي نصل إلى هذه النقطة؟ وبالتالي الهدف الأقصى هو أن لا تكون نكبة أخرى، هو دفاع عن حق شرعي. وفي طبيعة الصراع هو ليس صراع مع اليهود بقدر ما هو صراع مع هذه الكتلة الصهيونية الدينية التي حاولت أن تتوسع على حساب الشعب الفلسطيني. وأعتقد أن في النهاية فيها مجموعة من المطالب الحقيقية، أن تكون القضية الفلسطينية قضية عادلة ذات بعد إنساني، لكن في نفس الوقت أن يجب أن تلقى الدعم العربي والدولي والإقليمي انطلاقا من مجموع كما كنا نستمع قبل قليل إلى ممثل حركة حماس بالجزائر عندما قال بأن الجزائر ساهمت بشكل أساسي في إعلان الدولة الفلسطينية هنا، كما نساهم في هذه اللحظات التاريخية في مجلس الأمن كصوت عربي صوت إفريقي، لكن في نفس الوقت ككتلة لحركة عدم الحياز عندما نفعل أن تكون هناك الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأعتقد أن الجزائر يمكن أن تلعب أدوارها التاريخية في هذه اللحظات الاستراتيجية المهمة. إلى الملف الثاني الذي يتعلق بالملف المالي الذي سجلت فيه للأسف الجزائر أسفها شديد بتنديد سلطات مالي باتفاق السلم والمصالحة، وهذا ما يعرض هذا البلد الشقيق إلى مآسي وتكرار كذلك معضلات كان اتفاق الجزائر قد أخرجها منها. نتابع تفاصيل المشهد في مالي في تقرير وليد صاري حتى يضعنا في مستجدات الوضع الميداني، وأيضا في تفاصيل بيان وزارة الخارجية الجزائرية في هذا الصدد قبل أن نستهل النقاش حوله مع ضيوف البرنامج. نتابع. في خطوة أقل ما يقال عنها أنها غير مدروسة، جاء تنديد سلطات مالي باتفاق السلام والمصالحة فيها المنبثق عن مسار الجزائر في صيغته الغير مفهومة. لما للقرار من عواقب وخيمة على مالي وعلى كل المنطقة التي تطلع إلى السلام والأمن والمجتمع الدولي برمته الذي وضع ثقله والكثير من الموارد لمساعدة مالي على استعادة الاستقرار من خلال المصالحة الوطنية. الجزائر التي لم تتخلف يوما على العمل من أجل تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر بإخلاص وحسن نية وتضامن لا يتزعزع، سجلت الجزائر وبأسف وانشغال عميق تنديد سلطات مالي بهذا الاتفاق. وهنا وجب على الجزائر إبلاغ شعب مالي الشقيق وإقناعه بأن القائمة الطويلة حول الأسباب المقدمة لدعم التمديد بالاتفاق لا يتطابق إطلاقا مع الحقيقة أو الواقع لا من قريب أو من بعيد. وأضاف بيان وزارة الخارجية أن مثل هذه القرارات المرفوضة
قد أثبتت في السابق أن الخيار العسكري هو التهديد الأول لوحدة وسلامة الأراضي المالية، وأن الخيار يحمل في طياته بذور حرب أهلية في مالي، وأنه يعقد المصالحة الوطنية عوض تسهيلها. كما لم تخفي الجزائر توجسها من سلطات مالي التي كانت تحضر لهذا القرار منذ عامين بعد تراجعها الشبه الكلي عن تنفيذ الاتفاق وتشكيكها في نزاهة الوساطة الدولية وتصنيفها للموقعين عن الاتفاق المعترف بهم حسب التقاليد والأعراف على أنهم قادة إرهابيون، إضافة إلى طلبها انسحاب بعثة مينوسما، كما أن تكثيفها المشبوه مؤخرا لبرامج التسلح الممولة من بلدان أجنبية واللجوء إلى الاستعانة بمرتزقة دوليين قد عبد الطريق إلى التخلي عن الخيار السياسي لحل الأزمة المالية. وخلص البيان إلى أن مالي بحاجة دائما إلى الأمن والمصالحة، ولا تحتاج بأي شكل من الأشكال حلولا قد سبق وتجرعت منها دمارا وتمزقا في الماضي، وتكرار أخطاء الماضي يعني إطالة أمد المأساة وأحزان دولة مالي وشعبها الشقيق. بروفيسور بوحنيا، يعني اتفاق الجزائر كان الضامن الفعلي لاستقرار مالي من الناحية الاقتصادية، من الناحية السياسية، من الناحية الاجتماعية وغير ذلك. ما هي الخلفيات التي أدت بسلطات مالي إلى نقض هذا الاتفاق الذي يخدم مصالحها ومصالح شعبها؟ يبدو أن كما يقول المثل العربي، ما وراء الأكمة ما وراءها، على اعتبار أنه ما قدمته الجزائر قبل سنوات كان دائما يربط بين متغيرين، متغير الأمن والتنمية. والجزائر ظلت ترافع لسنوات حول المقاربة التي تسميها مقاربة تصدير الأمن وتصدير الاستقرار، وبكونها لا تمتلك إلا أجندة واحدة، هي أجندة الجوار الهادئ والمستقر، على اعتبار أنه النار التي تحرق جارك ستصلك حتما، وبالتالي كانت تدفع ضريبة مزدوجة لتأمين حدودها ولتشبيك هذا التعاون الأمني بينها وبين الجيران. بالتالي العلاقة مع مالي هي علاقة ليست علاقة عادية، هي وليس علاقة استثنائية على اعتبار العمق الاستراتيجي، أكثر من 1395 كيلومتر مع هذا الجار، علاقة تاريخية تتميز بالاستقرار. الجزائر قدمت لهذا البلد الكثير والكثير، شطبت ديون 14 دولة إفريقية ومنها الأشقاء في مالي، مقابل تقديم خدمات أيضا إنسانية، ودون ذلك دون مزية، ودون أيضا دون ضجيج ولا صخب. لكن المسار الذي وقع أنه ظلت الجزائر طيلة سنوات تندد بما يسمى خرق الشرعية الدستورية، بمعنى الانقلابات التي لم تتوقف في هذا البلد وفي غيره، وقامت بتجميع الفرقاء ضمن مقاربة هي مقاربة سلم في مالي، وكانت مبادئها ثلاثة. المبدأ الأول هي سيادة جمهورية مالي وحدتها الترابية، على اعتبار ما حدث في شمال مالي، ونتستذكر قبل تقريبا 10 سنوات كيف سقط هذا الشمال في سرعة قياسية بيد جماعات إرهابية. القناعة الراسخة للجزائر في كون أنه حل حالة الأزمة المالية وغيرها من منطقة الساحل بالطرق السلمية، والخيار الثالث وهو خيار المصالحة باعتبارها مقاربة تتميز بهندسة سياسية، هندسة دستورية، وهندسة أمنية. يبدو أن المجلس العسكري الحالي الذي يقودها سيمي غويتا لديه تصور آخر، ودائما أنا أقول توقيف مسار الجزائر، لأن قطع العلاقات توقيف المسار، هذا المسار سمي مسار الجزائر لكي الجزائر بذلت مجهود مضاعف لتجميع الفرقاء كما بذلت مع كثير من الأشقاء والأصدقاء، لكن توقيف المسار يعني توقيف العلاقات، لكن يعني تأجيج الوضع داخل الدولة المالية، والعودة إلى نقطة الصفر ربما، والعودة إلى نقطة الصفر، خاصة في ظل مؤشرات دولية كبرى ونزيهة ودقيقة تشير إلى أن هذه الدول تتصدر ما يسمى مؤشر الفشل الدولتي. بمعنى كل سنة وقفية السلام ومجلة الفورن بوليسي في شهر جوان تصدر تقريرا دوليا نزيها تؤكد فيه أن كثير من منطقة دول الساحل في مؤشرات كبرى في مجال الفشل، بالتالي دائما ذلك الرهان بين الأمن والتنمية رهان مهم واستراتيجي لدى الجزائر. هذه النقطة الأولى، يعني أن لدى المجلس العسكري رهان آخر غير المسار الذي تراه الجزائر، لا تراه الجزائر فقط لهذه الدول بل تراه لكل الدول التي تعيش حالات لا استقرار. والنقطة الثانية وهو التي دائما يجب التأكيد عليها وأشار إليها تقريركم، وهو أن هناك دول تعمل على التشويش على الدور الجزائري، وهناك بعض الدول تدفع أموال كبيرة وتشغل ما يسمى الذباب الإلكترونيكي لكي تقطع هذه العلاقة ويصبح الجوار الجزائري جوار مشتعل. والنقطة الثالثة
وهي نقطة المرتزقة، وبهذا الصدد يمكن أن ندرس ونقرأ كثير من دور سلبي تقوم به الشركات الأمنية في منطقة الساحل وفي منطقة إفريقيا. لا أريد أن أسمي الأسماء بمسمياتها، ولكن هناك مؤسسات أمنية عسكرية تمتلك مقدرات دول، بل إن مقدرات هذه المؤسسات العسكرية تتجاوز مقدرات دولتين أو ثلاثة مجتمعة، ولاحظنا كيف انفك عرى الدول الخمسة التي كانت تنطوي تحت تنظيم واحد، وكيف انفكت أيضا عرى ثلاث دول وغير ذلك. بمعنى أنه هناك دور أيضا للشركات الأمنية للمرتزقة التي لديها كل إمكانيات تقويض استقرار هذه الدول، ولزمن غير بعيد كان هذه الشركات الأمنية هي من تضع الرؤساء للأسف الشديد، هي من تعينهم وهي من تضمن استمراريتهم وهي من يفاوض. أعتقد أن الدور أيضا الرابع وهو الانسحاب الاستعمار السابق، وهنا نذكر قولة حمزة العلوي نعيش في مرحلة مجتمعات ما بعد الاستعمار، يعني انسحاب فرنسا مهد أيضا لمرحلة، لا أقول مرحلة الفوضى، ولكن أقل شيء هذه المرحلة الانتقالية يجب أن تتميز بأدوات مؤسساتية وأمنية في حد ذاتها، يجب أن يدركها صانع القرار في المؤسسة العسكرية، وهذا ما أدركته الجزائر. الأسف للأسف الشديد يبدو أن هناك كما قلت أن هناك من يشوش على الدور الجزائري، استقبال الجزائر لفرقاء سياسيين ماليين لا يعني أنها تخندقها مع طرف دون آخر. قبل أسبوعين فقط كان هناك استقبال للإمام محمد ديكو وهو كبار شخصيات في مالي، وذلك يتم كما قول دائما في السياسة في متابعة هذا الدور الإنساني والدور السياسي الجزائري الذي ربما يعيب عليه البعض من المتنطعين أنه دور هادئ ورصين ولا يتميز بالفوضى، ويملك لغة واحدة، لغة فوق الطاولة ولغة تحت الطاولة، هما سيان لا تمتلك لغتين. عندما نظرت لمكافحة إرهاب فظلت تقول هذا الكلام في المنتظمات الدولية والإقليمية، عندما جرمت دفع الفدية للجماعات المسلحة كانت تمارس هذا الدور بوضوح وجلاء، وحقيقة هذا الذي ربما تعمل بعض القوى التي تحاول على أن بقوسين تخلط الخارطة في منطقة الساحل هي التي تحاول أن تشوش على الدور الجزائري في كونهم يدركون أن هذا العمق الاستراتيجي الجزائري سيمنع وربما سيعيق الإقلاع الجزائري نحو دور أكثر فاعلية في القضايا الدولية والإقليمية، وهذا طبعا لن يكون لهذه القوى المتأمرة على هذا الدور الجزائري. نعم بروفيسور صايج، يعني كما ذكر البروفيسور بوحنية من الواضح بأن دولة مالي دولة هشة كدولة من الناحية على الأقل السياسية والأمنية، لكن هل هذا القرار قرار تنديد باتفاق الجزائر أو نقد اتفاق الجزائر يعبر عن ربما موقف الشعب المالي؟ وإذا كان لا، لمصلحة من يذهب هذا الاتجاه أو تذهب السلطة في مالي نحو اتجاه الخيار اللاسياسي؟ سؤال ذكي، لأن بيان وزارة الخارجية كان موجها للرأي العام في مالي والمجتمع الدولي. أولا يجب أن نشير في البداية أن المعطيات التي قدمها زميلي قوي وهو تتعلق، أولا أنت لديك تقريبا حدود 1400 كيلومتر، لكن لا ننسى أن الأمن المتبادل بين البلدين دفعنا فاتورة دبلوماسية وأمنية غالية جدا. في 2012 نتذكر أن القنصل ونائب القنصل كشهداء الواجب الدبلوماسي بوعلام سايس وطاهر تواتي ذهبوا ضحية الجماعات الإرهابية، برغم من أن كانت هناك تهديدات كبيرة لكن كانوا يؤدون واجب الوحدة المالية في شمال مالي، وبالتالي دفعنا فاتورة غالية إلى غاية اليوم تحسب على واجب الدبلوماسية الجزائرية، مثلهم مثل كثير من الدبلوماسيين الذين عملوا على تسوية النزاعات الإقليمية المستعصية جدا. والجانب الثاني مهم جدا أننا اكتوينا بالتهديدات التي أتت من المنطقة، وأتحدث عن تيغنتورين. تيغنتورين إرهاب متعدد الجنسيات مس عمقنا الحيوي، وبالتالي ما يجري في مالي بالنسبة إلى الجزائر هو عمقنا الأمني والأمن المتبادل. طبعا في 2015 كان توافق بمسار جزائري ودبلوماسية مكوكية هادئة أنه أصبحنا المنسق الدولي أو الوسيط الدولي للسهر على تطبيق وتنفيذ مسار الجزائر للمصالحة والوطنية وغيرها من المسارات الأخرى. للأسف 2020-2021 حدث انقلابين عسكريين، وبالتالي النخبة العسكرية هي تريد أن تقفز على ما سماها الدكتور قبل قليل بوضعية الشرعية الدستورية، وأنت تعرف الاتحاد الإفريقي إعلان الجزائر أنها دائما ما نندب بحالات تغييرات غير دستورية، وهنا الحالات الغليان الداخلية يريد أن يسوقها بعض النخب العسكرية على أساس أن الجزائر وسيط غير نازي. ثانيا أن نفس الجماعات التي هي بتوافقات الأمم المتحدة
وقعت بالأرضية أو التنسيقية على أساس أطراف مجتمعية سياسية يجب أن نذهب إلى تنفيذ تلك الأطراف، وبالتالي الوثيقة كانت بحجج الرأي العام والمجتمع الدولي. الرأي العام المالي يدرك بأن هذه النخبة الإنقلابية في مالي كانت محضرة منذ سنتين على أساس أنها هي التي طردت المينوسما. وعندما تقول المينوسما هي بعثة الأمم المتحدة للمتعددة الأبعاد للاستقرار في مالي، هي التي تسهر على تنفيذ تطبيق مسار الجزائر في المصالحة وفي إبعادها الأمنية، وسلطات الحالية في مالي هي التي طالبت مغادرة. طبعا عندما بدأت النقطة الحرجة وهو كيف تدمج الجماعات التي كانت تحمل سلاح في الجيش، وهنا كانت بتوافقات، هنا طبعا الذي يحمل الآن المرحلة الانقلابية رافضا كل الخيارات السلمية ويذهب إلى الخيار العسكري. وبالطبع عندما تتحدث عن المسار الدبلوماسي الجزائري أنت منذ 1963-1990 اتفاق تمن راصد 2006-2015، بمعنى في النهاية ندرك بأن الخيار العسكري لهذه النخبة الإنقلابية سوف يؤدي ليس إلى انسداد داخلي في مالي وإنما إلى حالة الاستقرار على المستوى الإقليمي. هل هذا يعني العودة إلى الخيار العسكري بعد أن كان الخيار سلميا في مالي؟ للأسف أستاذ بدر الدين الخيار العسكري موجود لأن ضحاياه موجودين، حتى ضحايا المينوسما كانوا تقريبا بمئات، يضاف إليها أن أصبحت في حالة الفراغ بعد المينوسما بعد السحاب، لأنه في نهاية ديسمبر بداية جانفي الحالي سحبت كل بعثة الأمم المتحدة، أصبح الصراع حول الفراغات المناطقية بما يخدم للأسف أجندة ما نسميه بالأمننة أو القطاع الخاص الأمني الخارجي بالمرتزقة. وفي النهاية منطقة الساحل هي الذهب هي اليورانيوم بالنسبة إلى هؤلاء وليس الوحدة الوطنية والمجتمعية كما تذهب إليها الجزائر في الحفاظ على هذه الدولة الشقيقة بالنسبة إلينا. نعم. أشار بروفيسور سايجي إلى الاتحاد الإفريقي، بأي مقاربة سيذهب الاتحاد الإفريقي وكذلك ربما مجلس الأمن الأمم المتحدة إلى حل هذه المعضلة الآن في مالي، خاصة وأن الأمم المتحدة وكل هيئاتها والاتحاد الإفريقي أشادوا اتفاق الجزائر في أكثر من مرة وأكثر من مناسبة؟ باختصار الدكتور بوحني. والله ما يخشى عليه هو أنه عادة ما تتم الانقلابات في القارة الإفريقية، هناك أكثر من 200 انقلاب وقع في القارة الإفريقية خلال هذه العقود تقريبا الثلاث، وأقل دولة وقع فيها 3 إلى 4 إلى 5 انقلابات. نعم. ولو ممكن نعمل حصة حول إفريقيا وانقلابات لن نتوقف. يبدو لي أنه الذي يقع عندما نشخص الوضع في منطقة إفريقيا ومنطقة الساحل على أن هناك شرعيتين، الشرعية الدستورية التي تعترف بها جميع المواثيق والنصوص القانونية الدولية والتي ترافع وتدافع عنها الجزائر وتدافع عنها كل الشرائع الديمقراطية، والشرعية الثانية هي شرعية الأمر الواقع. فكل الانقلابات التي وقعت في إفريقيا في البداية يتم استهجانها، ثم بين قوسين يتم تأهيل النظام السياسي والتطبيع معها سوسياليزاسيون مع هذا النظام، ويصبح ما يسمى لدينا شرعية أمر واقع، ثم هذا العسكري يستبدل بدته وبزته العسكرية بلباس مدني، ثم يتم قبوله تدريجيا ويعاد تأهيله ويقدم وعود. لكن وأعيد فأقول بأنه المقاربة الجزائرية كانت ذكية وواضحة لكونها تنطوي على معالم دقيقة، معلم الأول معلم المصالحة، بمعنى أن هناك تنازلات من طرف جميع الفرقاء، وكما سبق الأستاذ الصيج صديق تكلم على أن الرسالة في الخارجية الجزائرية توجهت إلى الشعب المالي، الشعب نتقاسم معه حدود، نتقاسم معه تصاهر، ونتقاسم معه تجارة مقايضة وغير ذلك. والمقاربة والتصور الثاني وهو أن تكون هناك قناعة راسخة لدى كل الفرقاء، والمقاربة الثالثة وهي عدم التحول إلى ما يسمى الدولة الفاشلة المجزأة إلى أقسام متناقضة ومتناحرة، وهذا الخطر الكبير. بالتالي إعادة تأهيل المؤسسة العسكرية، هناك بعض الدول لحد الآن الدساتير فيها معطلة، وهناك بعض الدول تعيش بما يسمى إعلانات دستورية. صحيح. وهناك بعض الدول التي لا تمتلك أصلا دساتير، الحالة الليبية الآن بلا دستور، الدولة الليبية الشقيقة. بالتالي هذا إشكال كبير وكبير جدا. يبدو لي أن مؤسسات الاتحاد الإفريقي ستعمل على تأهيل
هذا النظام أو من سيخلفه. نعم. رغم أن هذا النظام في حد ذاته وفي دولة مالي لديها كما يقول مالك بن نبي القابلية للاستعمار هناك القابلية للتناوب الانقلابي، بمعنى أن هناك إمكانية لأن يتم تناوب انقلابي على هذا النظام أو ذاك لسبب بسيط، أن هناك منطق أمن لا يمكن أن يدعم هذا الرئيس المنقلب على الشرعية. بالتالي نأمل حقيقة أن تستقر إفريقيا وتستقر مالي على اعتبار أننا دولة تمتلك عمقا استراتيجيا إفريقيا، وصناعة القرار والصناعة مهمة جدا. أن بالحديث عن الأمل دعونا نكون ربما على الأقل متفائلين في الأخير أمام كل هذه المآسي التي تحدث في منطقتنا العربية وأيضا الإفريقية. هل يمكن أو بأي طريقة يمكن العودة إلى عودة القطار المالي إلى المسار السياسي؟ بفتح المسار من جديد، والجزائر فاتحة أبوابها على كل الفرقاء السياسيين لطاولة مفاوضات واحدة، ودائما تقول أن لا أملك أي أجندة تجاه فريق دون آخر، فعلت ذلك أمام الأشقاء الفلسطيني في وقت عجز فيه الكثير، جمع 13 فريقا فلسطينيا بين قوسين كان يبدو أنه متحاربا أو متناحرا، واستطاع أن يخرج بوثيقة الحل الفلسطيني. نفس الشيء، الباب الجزائري والطاولة مفتوحة أمام جميع الفرقاء الماليين، ونعتقد تماما أن الدور الجزائري هو دور مسنود ومدعوم ومشرع لاعتبار العمق الاستراتيجي واعتبار هذه المسافة واعتبار علاقات التصهر واعتبار أيضا ما تتميز به الجزائر حاليا من إمكانيات وديناميكية دبلوماسية، انتعاش اقتصادي وقدرة كبيرة وتلاحم بين صناعة القرار على مستوى أعلى سلطة اللي هو السيد رئيس الجمهورية والشعب الجزائري تجاه الوضع في الجزائر وفي أيضا في دول الجوار. الشعب المالي سيكون ربما هو الرهان الآن من أجل إعادة شرعية سياسية والمسار السياسي للأزمة. دبلوماسي كان في يمثل الجزائر في باماكو حدثني بهذا التعبير، أن الرأي العام الشعب المالي ورأي العام بصفة عامة عندما يعرف بأنك جزائري في بعض الأحيان تذهب حتى في أي دكاكين أو في أي أسواق يمكن أن لا تدفع لأنه يحب هذه الدولة التي صاهرت على تصدير الاستقرار والسلم بالنسبة إليها. ولا ننسى أن كما قال الأستاذ قبل قليل أن المشاريع التنموية هي مبنية في هذا الإطار، في 2006 مثلا أو ما بعدها مشروع الجزائر يقع على عاتقها مشاريع التنموية في الشمال، وأنت عندما تحدث عن شمال مالي هي مساحة تفوق فرنسا وبروكسل مجتمعتين معا، وبالتالي النخبة العسكرية الحالية في تقديري ليس لديها التقدير الاستراتيجي لبناء الاستقرار في الداخل، وهذا ما نبهت إليه وزارة الخارجية بأن التحدي لا يكون فقط في مالي وإنما يتحداه، لأن أنت لديك أنصار الإسلام مسلمين محسوبين على داعش، لديك تنظيم القاعدة، وبالتالي هذه الجماعات التي يمكن أن تنتقل من مثلث الاستراتيجي في باماكو وبين النيجر وبين تشاد يمكن أن يعود إلى هذه المنطقة في حالة الاستقرار. وأعتقد أن الجزائر مدركة دائما ما نفصل بين الحركات الاجتماعية المنضوية تحت الوحدة الوطنية المالية وبين الحركات الإرهابية المتعددة الجنسيات. للأسف هنا التقديرات للسلطة الانتقالية في مالي ترى الشركاء الاجتماعيين كإرهابيين، وهذا يجب أن ننتبه إليه بالنسبة إلى مستقبل المسار التسوية، لأن في النهاية لديها حاضنة شعبية، وأكثر من ذلك عندما تتحدث عن الورقة الترقية أو العربية سوف تلعب بالمكون الهوياتي الذي لا يخدم بصراحة إلى الكيان الصهيوني الذي استثمر في هذه النزاعات الهوياتية في المنطقة. وسأضيف دقيقة على ما في هذا المحور، هل يتم توجيه المنطقة إلى ربما سيناريو توتري جديد بفواعل دولية ربما أو لاعبين دوليين إقليميين جدد؟ هو الدراسات في 30 ثانية. هو دراسات تشير إلى أن القرن 21 هو قرن إفريقي بامتياز، بمعنى أنه سيكون قرن صراع الإرادات والجماعات الإقليمية والدولية، وحقيقة التموقع لن يكون في هذه القارة إلا بجيش قوي، مؤسسات دستورية قوية، وعلاقات متينة اقتصادية قوية، وهذا ما ترافع عنه الجزائر عندما طردت الكيان الصهيوني بصفته مراقب في الاتحاد الإفريقي. وأنا كنت أقول تراقب من وتراقب ماذا؟ حقيقة الدور الجزائري مهم جدا في إفريقيا، والأمن والتنمية هي مصفوفة متكاملة وهي كل لا يتجزأ. أكيد سنعود لمتابعة الملف المالي لهذه الدولة الشقيقة، ولا يهمنا في الأخير إلا استقرارها وأمنها، لأن أمنها من أمن الجزائر والمنطقة ككل. إلى فقرة البرنامج وبسرعة جديدة صناع الحدث.
البداية بتصريح وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد أحمد عطاف الذي قال لا يمكن العودة إلى ما قبل غزة، كما لا يمكن إعادة القضية الفلسطينية إلى الأدراج لتبقى حبيسة فيها لأجل آخر غير مسمى. التصريح الثاني معنا في هذا الأسبوع لأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الذي قال إن الرفض الإسرائيلي المتكرر لحل الدولتين غير مقبول، وهذا الرفض والإنكار لحق الشعب الفلسطيني يشكل خطرا بالغا على السلم والأمن الدوليين. التصريح الثالث لعبد الملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين وقال سنواصل عملياتنا حتى يصل الغذاء والدواء إلى كامل قطاع غزة ويتوقف الإجرام الصهيوني. إذن بروفيسور صايش، هو التعبير ما قبل غزة وما بعدها بالنسبة إلى تصريح السيد أحمد عطاف تصريح وزير الخارجية، ويعبر عن المقاربة الدبلوماسية الجزائرية التي طرحتها بقوة في مجلس الأمن. السياق العام أننا طرحنا حلا نهائيا أن يكون مؤتمرا دوليا للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة، بمعنى لا يمكن أن تنفرد أي دولة بالمسار التسوية، مع العلم أن الجزائر طالبت كذلك في نفس القاعة أن يكون هناك الاعتراف بالدولة الفلسطينية كخيار نهائي لبناء السلام في المنطقة. بروفيسور بحنية، بالنسبة لأنطونيو غوتيريش تصريحه حقيقة يأتي ضمن الاتجاه، في الوقت الحالي هناك رفض متكرر لحل الدولتين أمر غير مقبول، وحقيقة ما تقوم به إسرائيل ككيان صهيوني هي قتل كل مقومات إقامة دولة قابلة للحياة. لا يوجد لمعابر، لا توجد على يعني هناك التشظي لهذه الدولة سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. إلى العالم هذا الأسبوع. إذن المحكمة الجنائية الدولية حيث قدم فريق يضم 600 محام من أنحاء العالم أدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية في إطار دعوى أقاموها ضد الاحتلال الصهيوني بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة. في جيبوتي أعلنت إذن جيبوتي رفضها طلبا أمريكيا بنصب منصة صواريخ أو صواريخ لاستهداف الحوثيين في اليمن وتأييدها الكامل لدعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الصهيوني في العدل الدولية. آخر خبر معنا من الولايات المتحدة الأمريكية حيث فاز الرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيوهامبشير، وهي خطوة تقرب ترامب ليكون المرشح الجمهوري في الرئاسيات الأمريكية المقبلة. بروفيسور بوحنية، حقيقة محكمة الجنايات الدولية ما قامت به وعمل جبار من طرف 600 محامي. وكنت أقرأ اليوم خبر بصراحة أفجعني، إنفوغراف حول ما يحدث في غزة، ما حدث في غزة خلال تقريبا هذه الفترة، أكثر من 30,000 طن تم صبه على قطاع غزة. هذه الكمية بلغة الأرقام لو وضعت في 238 متر سيتبخر كل شيء، لو وضعت في 2.18 كيلومتر ستنهار معظم المباني، لو كانت في 254 كيلومتر مربع سيصاب الجميع بحروق من الدرجة الثالثة. بمعنى نحن أمام استيطان وكيان إرهابي مجرم يمتلك كل مواصفات المجرم الذي مهم التوجه إلى الجنائية حاليا، ومن الأهمية بمكان التوجه إلى الجنائية الدولية لحرق المسار السياسي لهؤلاء المجرمون الذين يتخاصمون بينهم في الكابينت بالبوكس، بمعنى غالانت ونتنياهو وغيرهم الآن انتقلوا من الصراع الذي كان في الخارج إلى الصراع الداخل بسبب طوفان الأقصى، بمعنى معركة طوفان الأقصى حولت المعركة إلى الداخل الصهيوني الإسرائيلي. بروفيسور سايش، هو دونالد ترامب فيلم هوليوودي قديم، لكن دعنا نقول مع جيبوتي أولا أهمية جيوستراتيجية لما بعد غزة. ما بعد غزة أن منطقة البحر الأحمر أصبحت منطقة حيوية تفرض العقوبات التي لم يفرضها المجلس الأمني للأسف بسبب حق الفيتو على الكيان الصهيوني، وبالتالي الموقف الجيبوتي التي هي كانت قلعة بالنسبة إلى الصراعات الإقليمية سواء فرنسية أو أمريكية وحتى خليجية هي تصطف مع جنوب إفريقيا، وهذا مؤشر إيجابي لصالح القضية الفلسطينية. إلى آخر فقرات إذن في قلب الأحداث، كاريكاتير الحدث. ونعلق عليه مباشرة معك إذن بروفيسور بوحنية، نتابع صورة الكاريكاتير مع التعليق.
حل الدولتين وفق رؤية أمريكية وإسرائيلية وعملية لا تتم إلا على أنقاض الدم الفلسطيني للأسف الشديد. هذا هو التعليق المناسب لهذه الصورة. تفضل بروفيسور. هو صورة معبرة، أولا أن إدراك نتنياهو كما يسمى في الكيان الصهيوني الكذاب ابن الكذاب، ترى بأن بالنسبة إليه حلم الدولة الفلسطينية لا يكون إلا بتدمير ما بقي من شعب فلسطيني، وخلفه هذا ستوب في تقديري يمثل إمبراطورية الإمبريالية الأمريكية بحق الفيتو الذي دائما لا يوقف المجزرة بقدر ما يوقف تنديدات بهذا التهديدات الصهيونية لوجود الدولة الفلسطينية. شكرا جزيلا أيضا لك بروفيسور مصطفى صايج أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وأيضا الشكر موصول جزيل الشكر للبروفيسور بوحنية قوية أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية على الحضور معنا اليوم، وكما أشكر الأستاذ سعيد عريقات وهو الكاتب الصحفي الذي كان معنا عبر خدمة سكايب من الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا الدكتور يوسف حمدان ممثل حركة حماس بالجزائر الذي كان أيضا معنا عبر خدمة سكايب. بدأ نأتي مشاهدينا إلى ختام هذا العدد من برنامج في قلب الأحداث، نلتقي الأسبوع المقبل بحول الله. إذن أطيب المنى والتحايا، في أمان الله.